السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بفيديو جديد مع الختمة القرآنية من عند الحمام. احنا كنا بدأنا ختمة بكتاب الله عز وجل من عند الحمام. نستكمل النهاردة معنا ومعكم يا جماعة من عند الحمام مع خير الكلام كلام الله عز وجل ومع المنظر الجميل الرائع دون. بسم الله ما شاء الله، منظر رائع. الحمام اهو شكله رائع جدا، شايفين المنظر. طيب علشان ما نطولش عليكم والفيديو طول، نبدأ في القراءة على طول بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما يا جماعة في الختمة المباركة نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله طاعتكم وعن النار أبعدكم. لو عجب حضرتك الختمة المباركة اللي احنا بصدد ليها لا تنسونا من صالح دعواتكم. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.